في الخط الأمامي راس حدة اليوم كمدرب لفريق أول هل سيد ويوسف نصيري الدوري المغربي وكنبونو كرة بعيدة الأمام البحث على الجهات اليمنى عنه في الدفاع ما زالت الخطورة بيليغريني الكرة بعيدة هنا على أوليفيرا توريس وراح ضربة مرمى الحكم يقول لصالح الحارس لوي باتريسيو حارس مرمى سابقة الدوري الأوروبي الكرة البعيدة الكرة بعيدة الأمام يوسف نصيري غطي كورتو من أمام سعيد من هنالك عن طريق اللاعب سمير في المدرجات خطيرة إبراهيم خطيرة راكيتيتش خبرة وتجربة كبيرة يرفع الكرة الراس ديبالا 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 وجودي يدخل ويرتكب من أمامه خطأ يصفر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي كان قريب من اللقطة وأعلن خطأ من نيمانيا غودي أمام باولو ديبالا من سمولينغ راح تسهل للحارس روي بيليغريني طبعا ديبالا بيليغريني والكرة بعيدة راح تشيريك يلعق عليها التركي تشيريك حاول يمر من أمام ديبالا رائعة ديبالا خطيرة أرضية جول يوي يوي سبيناتولا وبونو الرائع والبارع ينقذ إشبيليا من كرة جول رائع اللعبة من باولو ديبالا من هنالك على ماتيتش يرجع للخلف تماما في اتجاه حارسه اقترب منه ديبالا رائعة ووي يوي لأنه الفائز باللقب يتأهل مباشرة للمسابقة أوه من أمامه كامبوس إبراهام ووي سبيناتولا سبيناتولا يبحث عن إبراهام التغطية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تماما على الجهة اليسرى من هنالك قصيرة يا بادي الارتقاء هنا من زكي تشيليك التركي يبقى ساقط على أرضية الميدان
جوة كبيرة. جماهير إشبيلية تعودت على لقب الدوري الأوروبي، 6 مرات فازوا. البلدونية رائعة وتغطية دفاعية من هنالك من شكل كبير من قبل الثلاثي من راكيتيتش، بعيدة تماما، تغطية دفاعية لعناصر نادي روما عن طريق لاعب كريستانتي، ضيعها الحكم، يصفر خطأ ضدية والدفاع. أولولو يطور إبرام خطيرة، وفرناندو فاسو توريس، الكرة لم تصل، سبيناتسولا استرجعها، لعب الكرة البعيدة، البحث عن ديبالا، التغطية من أمام جوداي فوق عليه بروعة، ما زالت الكرة سبيناتسولا يلعب عرضية، أي صعبة لصالح ديبالا، ضيعتها أمام اللاعب سبيناتسولا، التوزيع عرضية والكرة البعيدة، البحث عن ديبالا، التغطية إبرام خطيرة، وفرناندو ثانية من أمام جوداي فوق عليه بروعة، ما زالت الكرة لصالح صعبة وخطيرة، ديبالا جول. باولو ديبالا جول، يا سلام يا كريستانتي، يا سلام يا ديبالا، استلمها ودخل بيسره، سددها على يسار بونو، جول لروما. تيليس والكرة العالية، التغطية الدفاعية، رصيد إبرام، التغطية الدفاعية من تيليس تماما على الجهة اليسرى، من هنالك قصيرة يا بادي، الارتقاء هنا من زكي تشيليك التركي، يبقى ساقط على أرضية الميدان. جوة كبيرة، جماهير إشبيلية تعودت على لقب الدوري الأوروبي، 6 مرات فازوا. البلدونية رائعة وتغطية دفاعية من هنالك من شكل كبير من قبل الثلاثي من راكيتيتش، بعيدة تماما، تغطية دفاعية لعناصر نادي روما عن طريق لاعب كريستانتي، ضيعها الحكم، يصفر خطأ ضدية والدفاع. أولولو يطور إبرام خطيرة، وفرناندو فاسو توريس، الكرة لم تصل، سبيناتسولا استرجعها، لعب الكرة البعيدة، البحث عن ديبالا، التغطية من أمام جوداي فوق عليه بروعة، ما زالت الكرة سبيناتسولا يلعب عرضية، أي صعبة لصالح ديبالا، ضيعتها أمام اللاعب سبيناتسولا، التوزيع عرضية والكرة البعيدة، البحث عن ديبالا، التغطية إبرام خطيرة، وفرناندو ثانية من أمام جوداي فوق عليه بروعة، ما زالت الكرة لصالح صعبة وخطيرة، ديبالا جول. باولو ديبالا جول، يا سلام يا كريستانتي، يا سلام يا ديبالا، استلمها ودخل بيسره، سددها على يسار بونو، جول لروما. تيليس والكرة العالية، التغطية الدفاعية، رصيد إبرام، التغطية الدفاعية من تيليس، تيري غطي كورتو من أمام سعية من هنالك عن طريق اللاعب اسمه في المدرجات، خطيرة إبراهيم، خطيرة، راكيتيتش خبرة وتجربة كبيرة، يرفع الكرة الراسل، ديبالا وجوداي يتدخل ويرتكب من أمامه خطأ، يصفر الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور الذي كان قريب من اللقطة، وأعلن خطأ من نيمانيا جوداي أمام باولو ديبالا. من سمولينغ راح تسهل للحارس روي بيليغريني، طبعا ديبالا بيليغريني والكرة بعيدة، راح تشيريك يلعق عليها التركي، تشيريك حاول يمر من أمام ديبالا، رائعة ديبالا، خطيرة أرضية، جول، يوي سبيناتسولا وبونو الرائع والبارع ينقذ إشبيليا من كرة جول، رائع اللعبة من باولو ديبالا من هنالك على ماتيتش، يرجع للخلف تماما في اتجاه حارسه، يقترب منه ديبالا، رائعة، لأنه الفائز باللقب يتأهل مباشرة للمسابقة. من أمامه كامبوس إبراهام، سبيناتسولا يبحث عن إبراهام، التغطية. Ooh.